رمضان كريم، رمضان كريم، الله أكرم. وكمان الحاجة اللي بتفكرنا برمضان هو فانوس رمضان. قبل رمضان بكام أسبوع هتلاقوا الناس كلها بتجري وتروح تشتري فوانيس رمضان. مش بس كده، كل أطفالهم بيطلبوا بالأشكال معينة، وعلى مر السنين بتظهر أشكال جديدة كل فترة. يعني مرة يطلع على شكل فانوس عادي صاج، مرة خشب، كله هتلاقوه موجود في كل الأسواق. لكن اللي لحد دلوقتي مش عارفين مين اللي اخترع فانوس رمضان، تفتكروا هو مصريين ولا صينيين؟ دلوقتي هنقدر نقول مع بعض ايه هو اصل فانوس رمضان. بصراحة كده وبكل وضوح، فانوس رمضان هو مشروع مصري بحت، بمعنى آخر هو اللي اخترعه. القصة عندنا هي قصة المعز لدين الله الفاطمي، وبالتحديد الشخص ده. ليه؟ ان هو اول ما جه اتجه من المغرب لمصر عشان يقيم فيها، خرج كل اهالي المصريين على الحدود الصحراء الغربية متجهين من ناحية الجيزة عشان يستقبلوه، وعشان يستقبلوه لازم ينوروا المكان، خاصة ان هو كان واصل يعني تقدر تقوله بالليل، وكمان كان خامس يوم رمضان، وبالتحديد في سنة 358 هجرية. ومن اليوم ده تقريبا اصبحت ليالي رمضان كلها بتنور عن طريق الفنادق. برضه في العصر الفاطمي احدى الخلفاء امر كل المساجد ان كل الشيوخ اللي فيها تعلق في الشوارع عباره عن كل الفوانيس اللي ممكن تتخيلوها. كل ده ليه؟ عشان في شهر رمضان الناس تبقى ماشيه في طرق منوره. فمن هنا برضه نقدر نقول ان هي حصلت في العصر الفاطمي وبرضه طلعت من مصر. على العصر الفاطمي اللي الستات في وقتها ما ينفعش حد فيهم يخرج ولا يروح ولا يجي الا في شهر واحد، وهو في شهر رمضان. طبعا كانوا لما بيخرجوا ممنوع حد يمشي في الطريق اللي الستات ماشيه فيه، وعلشان الرجاله تعرف ان هم ماشيين بالليل ورايحين المسجد او جايين من مكان كان فيه مآنس او فيه جلسات حريم، كانوا يمشوا قدامهم طفل او صبي من احدى النساء، يكون تبع احدى النساء اللي موجودين، ويخلوه ان هو يدي مع الفانوس، والفانوس يكون منور. مش بس كده، اول ما الناس بتاخد بالها ان الطفل دوت ماشي بعيد عن الستات باتجاه كده متر، يعرفوا ان معاه مجموعه من النساء، ويبداوا ان هم ما يقربوش من المكان دوت. وكل القصص العصر الفاطمي، خلينا بقى نتفق كلنا مع بعض انها حصلت في العصر الفاطمي، وكمان المصريين اللي اخترعوا الفانوس. ايوه اخترعوا، ونقول مع بعض حل يا حل.